القمح. خطاب جاب لنا الانتاج، انتاج بقى بيشتغل بقى انتاج، معلم خطاب يعني عامل شغل انتاج كويس قوي. ده ال ال معلش يا خطاب بقى بحب يغسل ده القمح. احنا كنا عاملين حلقه النهارده لكن شاءت الاقدار الا نقوم بها ان شاء الله ناجلها الاسبوع الجاي. كان دكتورنا دكتور نادر نور الدين. ده يعني القمح اللي احنا بنتكلم عليه زي ما حضرتكم شايفين كده، وطبعا حضراتكم اضرب مني. مش بتاكلوا بليله؟ يا جمال البليله دي. اه والله العظيم الواحد ياكل بليله ويفرنج. كنا زمان البليله دي كنا بناكلها بعد الفجر على طول. طيب واتكلمنا على موضوع الحجر الصحي والحجر الزراعي والى اخره. حد من الحجر الصحي معانا؟ الدكتوره نجلاء الحجر الزراعي، نجلاء موسى مدير الحجر الزراعي او رئيس الاداره المركزيه للحجر الزراعي. برحب بك يا دكتوره، ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا يا فندم. اخبار؟ معلش انا اسف ان حضرتك كنت على التليفون، معلش. لا يا فندم. معلش ليا الا حالا والله. ولا يهمك. طيب يا فندم، انا بس عندي في جرايد بكره عندي اخبار متضاربه مع بعضيها شويه. جورنان بيقول ان الزراعه شاهد ما شافش حاجه وسمحت بدخول شحنه قمح بالخشخاش بالمخالفه للقانون. ده في جريده روزا بيوسف بكره. وفي جريده المصري اليوم شحنه القمح، وزاره التموين بتقول ان شحنه القمح خاليه من الخشخاش المخدر في هذا الاطار. وبعدين في جريده الوفد الحجر الصحي للتموين خشخاش القمح الروماني ظهور. تمام. حضرتك ادينا بقى الخلاصه في هذا الامر. هل ما دخل مصر خشخاش مخدر ولا مش مخدر؟ تمام. اتفضلي. طبعا في البدايه انا برحب، يعني بشكر حضرتك جدا على البرنامج حضرتك الهادف، ان انت حضرتك تهتم بالمشاكل اللي بتعرض لها كل المواطنين المصريين. تمام. طبعا من حق ان انا اعقب طبعا حد مسؤول في الحجر الزراعي التابع لوزاره الزراعه واوضح حقائق الامور. اتفضلي. طبعا زي ما حضرتك قلت ان كان في حضرتك شحنه قمح كان فيها خشخاش. وطبعا الكل اتكلم ان مخدرات نوع مخدر والكلام ده. حضرتك حقيقه الامر ايه؟ حضرتك انا اتكلم في الحجر الزراعي ان احنا وظيفتنا بنمنع دخول اي افه للبلاد. الافه دي ممكن تكون حشرات او حشايش ضاره او غير موجوده بالبلد او اي افه مرضيه. ده حضرتك بيكون يعني حضرتك لما بتيجي اي رساله وهتكلم مثلا القمح بيبقى حضرتك بيبقى فيه لجنه ثلاثيه مشتركه من الحجر الزراعي ولجنه من الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات ولجنه الصحه. وظيفه الحجر الزراعي ان هو بالفحص الظاهري، وظيفه الحجر الزراعي ان هو يفحص الشحنه دي لو فيها اي حاجه مخالفه بيبلغ وبيوديها للجهات المسؤوله انها تاكد او تنفي اللي هو شافه. تمام. فحضرتك بالفحص الظاهري فعلا في وجود اللجنه الثلاثيه اللي مهندس الحجر الزراعي لقى اللي هي الحشايش اللي هي الخشخاش. فهو حضرتك بيكتب ان هو لقى الحاجه الخشخاش دوت، ودي حاجه ممكن تكون يعني حاجه ممنوعه او نوع من المخدرات ممكن لو مخدره ممنوع انها تدخل البلاد. فحضرتك بيتم ابلاغ طبعا بيتاخد حضرتك العينه وفي وجود اللجنه، وبعد كده حضرتك بتتبعت عن طريق الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات للمعهد المتخصص اللي هو هياكد نتيجه حضرتك. هيقدر يقول اللي انت شفته دوت خشخاش بس هل خشخاش، هل هو الخشخاش حضرتك هل هو من نوع مخدر او لا؟ برضه عايزه اقول يعني ملحوظه بسيطه ممكن ما تكونش معلومه على كل الناس، ان الخشخاش دوت حضرتك زهره يعني حشيشه بريه موجوده بشكل طبيعي جدا في معظم دول العالم. زهره حشيشه بريه، هي يعني هي حشيشه بريه موجوده مع اصل اسمع الخشخاش ده مخدر. ما انا هقول لحضرتك يعني انت دلوقتي هل انا بسمع على الشحنات دي من زمان يا دكتوره، مش عارف حضرتك توليت المنصب ولا لا، بس انا بسمع عنه من زمان وانا طالب انه في ماده مخدره في الـ في الـ في الـ في القمح بالذات القمح. طيب انا اسمح بدخولها ليه اصلا؟ لا ما انا اقول لحضرتك مش كل حضرتك، انا قلت لحضرتك ان الخشخاش ده تعتبر من الحشائش البريه الطبيعيه اللي موجوده في معظم دول العالم،
مش كلها حضرتك فيها، هي فيها العديد من الانواع، مش كل الانواع مخدره. وبالتالي حضرتك زي ما قول حضرتك اما تشافك في القمح فلازم يتاخد الاجراء الصارم ان انا تتاخد ناخد العينه عينه منها وتروح للمعهد المتخصص طيب. على اساس ان هو حضرتك يقول لي دي من الانواع المخدره او لا. حضرتك لما راحت المعهد المتخصص فهو قال لك لا دي عباره عن فرخاش الزهور، فرخاش الزهور ده مش من النوع المخدر. طيب الاجراء اللي هو يكمل الحاجه دي ايه؟ ان هو حضرتك بيبقى فيه بعض طرق المعالجه اللي ممكن نعالج بيها شحنه القمح على اساس ان احنا ونقدر ان تبقى الشحنه عندي امنه. انت حضرتك بتقوم بعمليه الغربله وتتخلص من كل البذور والحشائش الموجوده دي تغسلها وتعدمها، وده بيكون حضرتك تحت اشراف الحجر الزراعي. الامر طبعا لو كان من الانواع المخدره في الحاله دي الشحنه بيتم اعاده تصديرها، لكن لان النوع الموجود مش من الانواع المخدره فيبقى في طريقه للمعالجه اللي اقدر عن طريقها يعني اوفر شحنه سليمه امنه للمواطن. طب انا ليه ادخله اصلا؟ يعني ليه ما بيكونش قمح نقي؟ يعني ليه ادخله وفي ماده مخدره وغربل الماده المخدره وغربل القمح وافصل الخشخاش واعدامه؟ هرجع تاني اقول لسيادتك لو هو مخدر ده لن يتم دخوله للبلد نهائي. يعني ما فيش قمح في البلد مخدر يا فندم؟ لا ما فيش شحنات للقمح دخلت البلد مخدره؟ ما انا بقول لحضرتك النوع الموجود خشخاش لكن ينتج تحت خشخاش الزهور، ده حضرتك نوع مش دايما برجع على مش من النوع المخدر، ولكن حضرتك في طريقه ممكن ان احنا نتخلص بيها منه اللي هي عن طريق الغربله وادام المخلفات. لكن هذا النوع لو كان من نوع خشخاش المخدر في الحاله دي الشحنه بيتم رجوعها للبلد المصدره منها. طب هل المصدر طب في شحنه دخلت قبل كده حديثا وحضراتكم رجعتوها؟ لا يعني احنا ما دخلش البلد في الفتره الاخيره. طب اخر شحنه رجعتوها كان سنه كام يا فندم؟ لا حضرتك يعني انا حديث العهد طبعا بالحجر الزراعي، لكن تمام. انا بقول لحضرتك كل يعني انت حضرتك توليت المسؤوليه امتى في الحجر الزراعي؟ في 1/2017. من 1/2017 ما دخلش لينا ولا شحنه مخدره؟ لا مخدره لا حضرتك، لكن حضرتك لو الشحنه بتحتوي على اي افه مسموح بها في التشريع انها يتم معالجتها بتتعالج. طب انا اقصد ليه بنسمح بده اصلا؟ يعني المفروض القمح ده جاي عشان ناكله، عشان يتعمل عيش وناكله، ليه يسمح بوجود ماده مخدره اصلا؟ زهور بقى ولا نباتات ولا اشجار ولا ايه يعني؟ هو حضرتك لم يسمح بماده مخدره عند حضرتك الكلام ده. حضرتك لو انت حضرتك دخل النوع، هو في مذكره يا فندم رفعها الدكتور احمد محمد فوزي رئيس مش عارف ايه كده وتصنيف النباتات بمعهد بحوث البساتين بمركز الكذا الزراعيه، اوضح فيها انه فور وصول العينه للمعهد بتاريخ 17 اغسطس 2017 من طرف هيئه الرقابه على الصادرات والواردات التي تحمل كود 150/2017 ومدون بخانات انها مستورده لصالح الهيئه العامه للسلع التموينيه، وان المنشا هي روماني، وان رئيس الحجر الزراعي اللي هو حضرتك طبعا استندت في قرار السماح بغربله شحنه القمح الروماني للمذكره التي رفعها الدكتور احمد كذا فوزي رئيس قسم الفلوره وتصنيف النبات بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعيه لوزير الزراعه، والتي قال فيها بذور الخشخاش الموجوده في الشحنه هي خشخاش الزهور مختلف عن نوع الخشخاش المخدر، الا ان الدكتور فوزي اصر في مذكرته التي حصلت روزا لويس على نسخه منها ان وفقا للقانون العام للمخدرات فيجب منع دخول جميع انواع الخشخاش الممنوع ادخالها او زراعتها او تداولها. ده يا فندم المذكره اللي حضرتك بتتكلم عليها هو مكتوب فيها حضرتك ان الخشخاش دوت من خشخاش الزهور وان يتم غربله الحبوب ويتم فصلها بمركز الحجر الزراعي، وبالتالي حضرتك بتوفر شحنه امنه. لكن باكد على حضرتك النوع دوت لو كان من النوع المخدر يتم رفض الرساله فورا واعاده فصلها للدوله. تمام. لكن انت حضرتك بتاكدي من اول ما توليت المسؤوليه من 1/2017 لحد النهارده لم يدخل مصر اي شحنه مش قمح بس،
اي شحنه من اي نوع طالما خاصه بوزاره الزراعه فيها خشخاش. حضرتك زي ما بقول لحضرتك مش كل الخشخاش من يندرج تحت. انا فاهم، انا بتكلم عن الخشخاش المخدر. تمام، انا بتكلم عن الخشخاش المخدر. بس سؤال اخير، هو ليه اسمح اصلا بالخشخاش يا فندم؟ ليه اسمح بيه اصلا؟ يعني ليه اخش في دهاليز هو خشخاش بس ده من النوع المسموح به؟ طب ليه؟ هل العالم كله بيتعامل بهذه الطريقه؟ كل دوله يا فندم بيبقى لها تشريع، يعني حضرتك ممكن يكون مسموح في دوله ومش مسموح في دوله اخرى. طب احنا ليه نسمح بيه يا فندم؟ لا يا فندم، هقول لحضرتك، بما ان في معامله او في تشريع، احنا حضرتك عندنا مجموعه من التشريعات، التشريع هو اللي بيظبط هذه العمليه، ان هو حضرتك التشريع ممكن يسمح ان بيفسر لحضرتك او بيفسر لحضرتك ان في معامله ممكن تقضي بيها على الافه اللي داخله، وفي يقول لك ممنوع دخولها نهائي، ده على حسب حضرتك طبيعه الافه، ممكن في معامله مسموح بيها او لا. تمام، فحضرتك اذا تواجدت معامله تقدر انها تخلص الشحنه من الافه نهائيا. تمام، حضرتك تسمح بدخول الشحنه دي. بشكرك يا دكتوره، شكرا جزيلا. الدكتوره نجلاء موسى، رئيس الاداره المركزيه للحقل الزراعي.